والله أنحنا لما نسمع بأنكم أنتم قاعد تقولوا مسيطرين على 90% من الخرطوم ومحاصرين الوحدات العسكرية، بنضحك عليكم وبنرسل حالكم لأنكم فعلا ميليشيا، ولا بتعرفوا يعني شنو سيطرة عسكرية، ولا بتعرفوا انفتاح جغرافي ولا انتشار، ما بتعرفوا أي حاجة. ناس بس سايقين عربات وراكبين واق 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 زي اللاند كروزر دي، راكبينها زي الزول اللي راكب له حمار ولا راكب له جمل ولا حصان، ومنطلق في الصحراء محل ما يمشي يمشي. وعشان الكلام ما يكون هرجلة وغلاط في الفاضي وتكذيب للواقع وتغبيش للحقائق زي ما بيعملوا مستشارين حميدتي في الفضائيات، ويقعد يغالطوا في المذيع وفي الضيوف من الناحية الثانية القاعدين ويكذبوا كما يتنفسون هؤلاء البشر. نحن بنقول الآتي: عندما نتحدث عن حرب يجب أن نتحدث عن المسرح الذي تدار فيه هذه الحرب. أي حرب بتدار في مسرح حرب. الآن الحرب التي تدار دي في مسرح الحرب السوداني، عشان الناس يعرفوا يعني شنو مسرح حرب. مسرح الحرب السوداني نقوم نعرفه بيشمل شنو؟ بيشمل المساحة الجغرافية، ده مسرح الحرب السوداني، يشمل المساحة الجغرافية للدولة السودانية كلها كده، المساحة الجغرافية دي والمياه المحلية في ساحل البحر الأحمر بمسافة 12 ميل بحري زائدا الفضاء الذي يعلو كل ذلك، ده مسرح الحرب السوداني. أنا قلت المياه المحلية يعني المساحة الجغرافية بتاعت السودان ده كله زائدا المياه المحلية بتاعتنا، مياه الحقتنا نحن، أوكي، مسافة 12 ميل بحري. الكلام ده بيعرفوه ناس البحرية عندهم علاقة بالشغل بتاع البحار ده، لأنه بعد في المياه الإقليمية والمياه الدولية وما وراء عالي البحار ومقسم الشغلانية، أوكي. فنحن البلينا في مسرح الحرب السوداني، ومن حقنا إنه داخل هذا الـ 12 ميل بحري أي سفينة تخش أي قواصة تخش نتعامل معه وندمرها، لأنه خشية المياه المحلية بتاعتنا يعني. والبحرية بتعرف الكلام، والناس السلاح البحرية والسفن بتاع بيعرفوا إنه كيف يخشوا المياه الإقليمية وكيف يخشوا المياه المحلية، عندهم حاجات معينة كده للدخول يعني، أوكي. فده اسمه مسرح الحرب السوداني. نكرر تاني إنه المساحة الجغرافية زائدا المسافة بتاعت الـ 12 ميل بحري على شاطئ البحر الأحمر والفضاء الذي يعلو كل ذلك، ده كله كده اسمه مسرح الحرب. عشان كده بتلقى في قوات برية في المساحة الجغرافية دي، في قوات بحرية في البحر ده، وفي قوات جوية في الفضاء الفوق ده، ده كله كده اسمه مسرح الحرب السوداني. بيتم تقسيم هذا المسرح لاتجاهات استراتيجية: الاتجاه الاستراتيجي الشمالي، الاتجاه الاستراتيجي الغربي، الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، ده اتجاه استراتيجي، أوكي. داخل هذه الاتجاهات الاستراتيجية بيكون شنو؟ في اتجاهات عملياتية. داخل الاتجاهات العملياتية دي بيكون في اتجاهات تكتيكية. عشان نجي نشرح نبدأها من يعني شنو الاتجاه التكتيكي. اتجاه تكتيكي ده بيكون فيه فرقة مشا، اتجاه عملياتي بيكون فيه فرقتين ثلاثة فرق مشا. اللي ندي مثل زي أقول لك اتجاه كوستي جنوب كردفان العمليات، فيه الفرقة 18 مشا في كوستي، وفيه الفرقة 14 مشا في كادوغلي، ده اسمه اتجاه عمليات. كادوغلي براها كده اتجاه استراتيجي اتجاه تكتيكي، وكوستي براها كده اتجاه تكتيكي، لكن الاثنين مع بعض كده ده اسمه اتجاه عمليات. لما اجيب عليها بغادي باقي الفرق الموجوده في الجنوب السودان ده، اوكي، ده اسمه الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. طيب بتنفتح القوات البريه على كامل هذا المسرح بمستوى الفرق المشا، كل الاتجاهات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية بتنفتح فيها القوات البرية اللي هي المشا. لما نقول قوات برية يعني مشا، بتنفتح فيها بمستوى الفرق المشا.
بيكون في قائد منطقة اللي هو بيكون زي المنطقة الغربية مثلا، الفرقة بتاعت جنينة، الفرقة بتاعت زالينجي، الفرقة بتاعت الفاشر كده، بيخط لواء غايد منطقة بيكون مسؤول من الفرق دي، وأي فرقة بيكون شنو غايدة لواء يعني. طيب حتى إنه أي ولاية من ولايات السودان دي كلها فيها قيادة بتاعت فرقة كده، وريني ولاية كده ما فيها قيادة بتاعت فرقة. عندنا كمية من الفرق المجاهدة، عشان كده احنا بنضحك في الدعامة دي يعني، كل ولاية فيها قيادة بتاعت فرقة مجاهدة، وغايد الفرقة الضابط برتبة لواء ده بيكون ضمن اللجنة الأمنية بتاعت الولاية، الوالي هو رئيس اللجنة الأمنية، غايد الفرقة واللواء بتاع جهاز الأمن وبتاعين الشرطة دي بيكونوا أعضاء في هذه اللجنة الأمنية. يعني بالعربي البسيط كده، بالعربي البسيط، قوات الدعم السريع هي الآن محاصرة داخل الخرطوم. هم بيقولوا نحن محاصرين الجيش في الخرطوم، يا أخي أنت محاصر بأكثر من 20 فرقة مجاهدة، ده الوضع كده يا أخواننا. قوات الدعم السريع الآن محاصرة داخل الخرطوم بالفهم العسكري البحت، وبعيدة كل البعد عن حواضن الاجتماعية، والآن ماشية لأنها تحاصر أكثر وأكثر، ولسه باقي الجيش ما دخل معارك الخرطوم وقاعد منتظر التوجيهات من هيئة القيادة لتطويغ الخرطوم من القبل الأربعة، ها 21 فرقة مجاهدة، ولسه في حوالي 120,000 مستنفر ما دخلوا معركة الخرطوم. فكيف تكون أنت محاصر المناطق العسكرية في الخرطوم وأنت أصلا الآن محاصر في جزيرة معزولة بالفهم العسكري، في أكثر من 20 فرقة مشابه كامل تسليحة برا الخرطوم خارج المعركة دي، أكثر من 20 فرقة ما خشت المعركة دي بكامل تسليحة من دبابات وأسلحة تقيلة ومدفعية وراجمات وصواريخ، لسه ما خشت، قاعدين بيشربوا بياكلوا بيلعبوا كشتين وبيلعبوا كورة وبينططوا، لسه ما خشوا المعركة دي. انت انهزمت تماما في كل المعارك الخطة في نيالة وفي الفاشر وزالنجي واللبيض، وتحديدا زي ما قلت في نيالة دي انت انكسر عظم قوتك وانتهيت واتدمرت تماما في نيالة. معظم الغادة الميدانيين بتاعينك خربوا، وين حسين برشم قضية سرقة ونهب، لأن المعركة هنا في الخرطوم غلبته، وزي ما بيقولوا الجماعة الله يشهدها صيج صيجت يا حسين برشم، ما حتقنعني بأنه أنت ماشي تفتش الديمقراطية وماشي تقاتل الكيزان وماشي تقاتل الفلول هناك في أبو زبد وفي بلد حمدوك. كذب والله يا حسين برشم، انت صيقتها وحتابعك، حتابعك ما حخليك يعني، والله لو دخلت جحور ضب حنخش وراك، شفت لو دخلت جحور ضب حنخش وراك. واتذكر الكلام ده، اتذكروا الجيش ما بخلي حقه، الله الجيش ده زي الجمل بيدفن لك الحاجة دي، بيجيك بعد 20 سنة بيقف لك في راسك ويسألك هل وجدتم ما وعدكم الرحمن حقا؟ وغير برشم قدار الهربوا وسحبوا بقواتهم، أمس وأول أمس المئات من قواتكم يا ناس الدعم السريع، أسمعوا الكلام ده كويس، المئات من قواتكم منسحبين من أم درمان ومن معسكر طيبة وشرق النيل، دي حقائق انتوا عارفينها، ناس كن امس واول امس بيقبضوا فيهم في منطقه ود الزاكي، منطقه ود الزاكي على النيل الابيض، عايزين يقطعوا بالمراكب للناحيه الغربيه، مسيجين دير الهرب من معسكر طيبه، سالوهم في شنو قالوا طيران ما خلانا، مسيرات ما خلتنا، كل الناس الان بتهرب. الان الدعم السريع حالات بتاعت هروب كثيره جدا بالمئات من معركة الخرطوم دي، الحقيقة المرة
عشان كده النازل وتيرته متسارعه جدا، نمشي التفاوض. موسى فكي، موسى شنو؟ والله يا مش لو جاء موسى فكي، لو جاء الفكي بتاعه ذاته ما في تفاوض اصلا، ما في تفاوض. ماشين والتزاكي ودارين يعبروا بالمراكب، يتضايروا. اطمنكم ناس كنديل، يتضايروا هم والمراكبيه بتاعهم ذاته، يتضايروا هم والمراكبيه داري يعبرون. مسيجين حتين من محرقة الخرطوم دي، الشغل غلب عديل، تلملم فيهم من بيوت المواطنين بالشرطة العسكرية عشان تنفذوا بهم هجوم على معسكرات الجيش بالغصب. يا أخي كملت أولاد الناس، كملت أولاد الناس في معارك المدرعات، أكثر من 7000 هالك في المدرعات، وفي معارك القيادة أكثر من 5000 هالك، وفي الكدر والعيلفون وفي سلاح المهندسين. كملتوا انتوا، كملتوا زد، وانتوا عارفين الكلام ده يا اخي. جرحاكم بالالاف في المستشفى التركي، في مستشفى الفؤاد، مستشفى الرازي، شرق النيل، مستشفى البان جديد، وده ما تعليف، دي حقائق، وانتوا عارفين الكلام ده. حاولتوا تتمددوا لخارج الخرطوم، الطيران خلاكم تندموا على مجرد التفكير تاني في الخطوه دي. وين قواتكم اللي قالت ماشيه مدني؟ وين القوات المجد العلقة؟ وين أصلا كانت؟ وين كانت؟ وين القوات المجد العلقة دي؟ جاية من وين؟ ما طلعت من منطقة المثلث هنا في غرب جبل أوليا بسبب المسيرات وشغل المدفعية الاستراتيجية. القعاد هنا بقليهم حر، عشان كده مشوا المناطق دي. ما فنجر منكم القعاد هنا بقليكم حر، وانتو هدفكم شنو أصلا؟ يا أخي صدحتوا رأس العالم ده كله، تنبعوا بأنكم عايزين تجيبوا الديمقراطية وتحاربوا الفلول والكيزان، وده كله كلام مريضة ساي، ده كله كلام مريضة ساي. ونحن عارفين الهدف الحقيقي من الحرب دي الآن. وبعد 6 شهور من الحرب لم يتحقق هذا الهدف الاستراتيجي، ولا حتى الأهداف المرحلية التي سعت لها قيادة الدعم السريع وحاضنتها السياسية وداعميها في المحيط الدولي والإقليمي، لأنكم بكل بساطة ما حللتوا البيئة الاستراتيجية صح، ومضيتوا في تنفيذ مخططكم الغزر، ففاجأتكم المتغيرات اللي حدثت وما زالت تحدث الآن على مستوى البيئة الاستراتيجية الدولية والإقليمية وحتى المحلية. كل همكم الآن، همكم الآن، كل همكم الآن هو محاولات يائسة جدا في الضغط على المواطن بهذه الحرب النفسية بواسطة أبواقكم الإعلامية المدفوعة الأجر للضغط على القوات المسلحة عشان ما تعود لمجد التفاوض. والغرض الأساسي من الكلام ده هو إعادة إنتاج ما تبقى من الدعم السريع وحاضنته السياسية، إنه يكون جزء من المشهد السياسي في مرحلة ما بعد الحرب بروافق إقليمية ودولية. لكن بنقول لكم القوات المسلحة لن تبيع دماء شهداء، لن تبيع دماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، كل الشهداء من العسكريين والمدنيين. القوات المسلحة لن تسبح عكس إرادة الشعب السوداني الذي رفضكم ولفظكم. القوات المسلحة بكل منسوبيها ضباط وضباط صف لن تنسى هذا السلوك الهمجي والبربري الذي مارستموه ضد هذا الشعب من ذلة وسرقة ونهب للممتلكات واغتصاب للحرائر وسبلها للحرائر وإبادة جماعية لقبيلة المساليد في غرب دارفور على أساس عرقي وجهوي بقيط، وتدمير لمؤسسات الدولة السودانية ومحاولة